وعن الوقفة الاحتجاجية لذوي الشهداء في الناصرية على جسر الزيتون ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الناصرية السيد عبد الأمير والد الشهيد مصطفى عبد الأمير. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومية بكم وبالمشاهدين والمستمعين. حياكم الله. كانت لديكم أو لكم وقفة احتجاجية لذوي الشهداء على جسر الزيتون، لماذا مجددا تقفون على جسر الزيتون وبماذا تطالبون؟ والله الوقفة بسببها وزير الداخلية عندما أوعز بإغلاق قضايا شهداء جسر الزيتون، هي كانت السبب هذا، وأنا مستعدين للتصعيد بأي لحظة عند تشريف هذه القضية، ولابد محاسبة القتل، فشون يغلق الدعاوي المسجلة ضد المتهمين وهم ضباط بالداخلية؟ من أبلغكم بهذا بمسألة الإغلاق؟ والله يا أخي عند جماعة راح للمحكمة، وبعدين سمحوا إنه من مديرية الشرطة النصب راح طلعت الأمر من وزير الداخلية، وهو هذا اللي أجز الوضع، لأن إحنا مستمرين قرار اللي اشتعلت يوم 1/10 مستمر وهذا ما تنتهي نهائيا، خصوصا بعد الدماء الزكية اللي اشتعلت محافظة ديقار وبالعراق كله، يعني الشباب الأطفال يردون يشوفون قضيتهم بأي طريقة من الطرق. عتابي هذول الضباط بالداخلية هم كلهم أرسلهم تعرفين أحزاب ويردون يضمونهم، يعني لا تنفضح قضيتهم ودين سيفهم. نعم، للتذكير مجزرة الناصرية كما هو معروف حدثت على في كانون الثاني عام 2019، واستشهد حينها وأصيب نحو 300 متظاهر، وولدكم مصطفى كان من أوائل الذين استهدفوا واستشهدوا في الناصرية. هل تذكر لنا كيف استشهد في ذلك اليوم؟ والله كان المرحوم مصطفى كان دائما كل ما تصير مظاهرة، لأن المظاهرة الناصرية مفروشة في اللحظة هاي من تولت هاي الحكومة الفاشلة الفاشلة الأحزاب السراح الراي العام، يعني تولوا الحكومة دمروا هذا البلد، وخصوصا هذا البلد كان مصطفى موجود من ضمن المظاهرات، وكنا يعني من 2011 هو بدا ينضم للمظاهرات. لما انتهى الموعد 1/10 انه هذا الشعب ينتفض ويقوم بثوره، وهذه الثوره العظيمه التي سميت بثوره واللي ايدتها مرجعيه العراق، انه ثوره اصلاح قالت اشد واقصى الثوره من داعش. فراح مصطفى الله يرحمه راح ويلي ويسمعته بعد ما استدعوا النشطاء المظاهره، راح واجه القوات الامنيه وجها لوجه بوحده وبدون رحمه وبدون اخلاق، يعني ما ادري لا اسلام ذول ولا يهود، ضرب قناص ضربته واستشهد مصطفى كم فندق الجنوب بالمصري. نعم. طيب من ناحيه اخرى سيد عبد الامير، اذا كان الجناة معروفين لدى العائلات عائلات الشهداء أو حتى الأجهزة الأمنية والقضائية، لماذا لم يتم محاسبة الجناة حتى الآن باعتقادك؟ والله قلت لك احنا اكو شهداء اللي سقطوا، اكو أدلة على القتل، يعني التصوير اكو شهود اكو، لكن تشوف الأمر بالنسبة للشهيد مصطفى وكثير من الشهداء اللي طاحوا مجهول، ما نعرف من هو قتله وشلون قتله، والمعلومات اللي تجينا الاحزاب انه نعرف هذه الاحزاب القذره نشرت قناصينها يوم 1/10 وفي عهد من ايران مجرمه، يعني نشر القناصين على البنايات وحمايه المرتب للاحزاب اللي هم قتلوا، ولكن على نعم. طيب ما رأيك فيما تقوله الحكومة من أنها تحاول أن تصور أن الجناة مجرمون جنائيون وليسوا من عناصر الأمن؟
عزيزي هو حتى لو نقول مجرمون مو من عناصر الامن، احنا هم لو نوقف وياهم زين انت شنو شعورك لما تجي قوه مكافحات الشغب او تدخل سريع او حفظ النظام؟ يعني ليش تدخل هذا الانسان اللي يقتل بالمتظاهرين وانت تطيح براسك؟ اذا هو القاتل، هو الحاكم، هو القاضي، هو القاتل. احنا ولدنا انحسبوا شهداء تحت الماده 57، يعني الماده 57 تعني انه ولدنا كاتبين ضحايا الارهاب، يعني هو يدين نفسه بنفسه، يعني هو يريد ارهاب. من هو الارهاب؟ الدوله نفسها. نعم نعم. يعني وإذا كانوا نعم. وإذا كانوا جناة ومجرمين كما يقولون، فما المانع من محاسبتهم يعني؟ يا قلت لك يعني أنت 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 دولة وأنت قاتل، حاسب نفسك ودين نفسك بنفسك؟ نعم. يعني واللي إحنا مع الأسف مع كل الأسف قالوا القضاء المستقل بالعراق، القضاء لا مستقل ولا قضاء مستقل، وقضاء يتبع هواء الاحزاب. نعم. وعندنا هواي من الشهداء اللي عندهم ادله دامغه وتصوير انه هذا عدم كفايه الادله. نعم. طيب سيد عبد الامير، في ضوء ما تفضلت به منذ البدايه انه هناك محاوله للتغطيه على الجناة وحمايتهم واغلاق ملف القضيه، هل هناك نيه لديكم لعوائل الشهداء بالتصعيد في الايام القادمه؟ طبعا هذه القضيه يقدرون يسوفونها، لان اما الحياه او الموت في سبيل الله في القضيه، لان ذول الشباب اللي راحوا مو احسن من احنا راح نبقي دمنا من اجل اظهار حقهم واظهار حق الشعب العراقي اللي مع الاسف خذلنا. يعني الشعب العراقي خذلنا احنا، يعني وشرفنا مصالح احنا اللي جاي نداعي ولدنا طيناهم على مود تاكيد الحق اليه، الحق النصابه. يعني انت باكر عقبه ابنك بالكبار كل شيء ما يلقي، ذول اصلا ذول سرقوا البلد، دمروا البلد، سلموا البلد لاجندات خارجيه ايران وغير ايران، يعني دمرونا والشعب خذلنا مع كل الاسف. يعني وهاي الالاف المجنده علينا بالفيسبوك وبالشبكات التواصل الاجتماعي واللي جاي يسقطوا فينا واحنا دور مصالح، بس لا اقسم لك بالله مش صحيح. لا حوالي الشهداء ولا نشطاء الشرفاء تكون قضيه دم الشهداء او انسان مساعداته، ما يقدرون يسوون اي شيء لو كانت اقوى حكومه بالحرب. نعم. اشكرك جزيلا سيد عبد الامير والد الشهيد مصطفى عبد الامير رحمه الله، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.